السنيل as intermediate host for trematodes. هناخد فكرة بسيطة عن السنيل، لأن السنيل زي ما قلنا ده شيء مهم جدا في دورة حياة أي تريماتود. مفيش أي لايف سايكل بتاعت أي تريماتود ممكن تكمل بدون وجود السنيل. بنقول إن السنيل is composed of shell or exoskeleton, soft tissues constituting the body which can be retracted inside the shell. soft tissue اللي هي بتحتوي على كل الأورجانز اللي لازمة لحياة القوقعة. ده بنقسم السنيل لنوعين. أول نوع ديكسترال سنيل أو رايت سايدد سنيل، زي إيه؟ ليميا كيودي اللي هو الانترميديت هوست أوف فاشيولا جيجانتيكا، ليميا ترانكاتيولا ده السنيل انترميديت هوست أوف فاشيولا هيباتيكا، ثالث نوع من الديكسترال سنيل بايرنيلا كونيكا وده الانترميديت هوست اوف هيتروفيس، رقم أربعة ميلانيا تيوبركلاتا وده شكله بيشبه شوية البايرنيلا كونيكا. رقم خمسة في اونكو ميلانيا بيشيس وده الانترميديت هوست اوف شستوما جابونيكا، وفي كليوباترا بولي مويد. كليوباترا سايكلوستومويد فيفي بارا يونيكالر زبرينا هيليسيلا سيمي سالكوس فايرا اللي هو انترميديت هوست اوف باراجوني ماسوس سيرفيس. انتوا بس اعرفوا مطالبين ان انتوا تعرفوا السنيلز اللي هي ذكرناها في انواع الكليماتودز اللي اخذناها، هي دي المهمة واللي عايزاكوا تركزوا عليها. النوع الثاني سنسترال سنيلز او ليفت سايدد سنيلز زي البولينس ترانكيتوس ودي الانترميديت هوست اوف شيستوسوما هيماتوبيا، فايزا اكيوتا بايونفيلاريا الكساندرينا ودي الانترميديت هوست اوف شيستوسوما مانتوناي، وفي لانستس بولتين. سنيل كنترول فيزيكال ميثود وفي بيولوجيكال ميثود وفي كيميكال ميثود. بالنسبة للفيزيكال ميثود نشوف بعض الأمثلة. كليرنس اوف كانال فروم ويز يعني ما بنخليش في أعشاب موجودة في الكنال، نحاول نتخلص منها. Bitching banks of canals by concrete to prevent plant growth نعملها بالخرسانة عشان نمنع نمو النباتات فيها. Drying canals or use alternate canals from time to time يعني يا إما ننشفهم خالص أو نستخدم قنوات بديلة من وقت للتاني. Traps of barn leaves at canal inlet to collect snails and then destroy them. Winter closure of canals. طيب البيولوجيكال ميثود زي ايه؟ Introduction of natural enemies which eat snails as dog geese or snails as mantis species. الحاجات دي كلها بتاكل وبتقضي على السنيل. Plantation of some plants as Balanites jessica, Damcisa which are toxic to snails. Chemical methods باستخدام مولاسكسايد. An ideal molluscicide should be cheap, easy to apply, effective in low concentration, and أهم حاجة يبقى non-toxic to man, animals, fishes, and plants. The most commonly used are copper sulfate, sodium pentachloroprenate, bilucid.